تعرفون حديث الثلاثة الذين تسعر بهم النار يوم القيامة؟ أول الناس، هذا رجل عالم، وهذا رجل جواد، وهذا رجل قارئ للقرآن أو مجاهد في سبيل الله. فهذا جاهد ليقال شجاع، وهذا قرأ ليقال قارئ، أو تعلم العلم ليقال عالم، وهذا أنفق من أجل أن يقال جواد، فيدخل النار قبل السراق والزنات وأصحاب الجرائم. والمسألة ليست بالشيء السهل. قد يتصور كثير من الناس أن الذين يتوعدون بالعقوبة وأنهم على خطر وخوف هم أولئك الذين يقارفون ما يقارفون من ألوان الشهوات الظاهرة، وما علم أن الشهوات الباطنة قد تكون أعظم وأشد من الشهوات الظاهرة. الإنسان أليس ينفق المال من أجل تحصيل المحامد؟ أليس الرجل قد يقدم في نحر العدو في شجاعة متناهية من أجل أن يقال شجاع، فيبذل نفسه من أجل قيلهم هذا؟ هذه أغلى ما يملكه الإنسان، النفس والمال. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قد تالوا. فيبذل الإنسان هذه الأمور التي هي أغلى ما يملك من أجل تحصيل شيء من حظوظ النفس الخفية، طلب المحمدة والسمعة والرياء. فليس الهالك هو ذلك الإنسان الذي يتبع ما يمليه عليه هواه من ألوان الشهوات من الفجور والمعاصي ومعاقرة الفواحش وما أشبه ذلك فحسب، بل إن الهلكة تقع أيضا بتلك النية المختلة الفاسدة التي لربما كان صاحبها يفطم نفسه عن ألوان المتع.